السلام عليكم حضرات المشاهدين الكرام في كل مكان، وسهلا مرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد من مجالس العلم. لازلنا مع حضراتكم في هذا القسم من هذه المجالس مع قسم اللغه والبلاغه، ولازلنا مع ضيفنا الكريم فضيله الدكتور سعيد السنوسي مدرس البلاغه بكليه دار العلوم بجامعه القاهره. مرحبا دكتور سعيد. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، تحدثنا وانتهينا في خلال بعض المحاضرات الماضيه وفي اخرها من الشق الاول من المجاز اللغوي بجميع وهي الاستعارة بجميع أنواعها، استعارة تصريحية والمكنية والتمثيلية. اليوم موعدنا إن شاء الله مع الشق الثاني وهو المجاز المرسل، وبعد ذلك يعني نتطرق إلى الحديث عن الكناية لننتهي في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الموسم في هذا القسم، قسم مجالس اللغة والبلاغة من علم البيان، أحد العلوم الرئيسية في علم البلاغة. وإن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء في الموسم الثالث، لعلنا نستأنف أو نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى علم المعاني وعلم البديع. دكتور سعيد، محتاجين نبدأ في المجاز المرسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بالفعل انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر أهم أنواع الاستعارة، تمام، وهي الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية، وذكرنا أمثلة لها وأقوال أهل العلم في تحليلها، جميل، وبيان قيمة الاستعارة الدلالية وشروط بلاغة الاستعارة وفنيتها. نعم. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالشق الثاني من شقي المجاز اللغوي. قلنا المجاز اللغوي استعمال اللفظ في معنى غير معناه الحقيقي، نعم، لعلاقة بين المعنيين ولقرينة تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي. وقلت المجاز اللغوي ينقسم قسمين باعتبار أو بالنظر إلى هذه العلاقة. إذا كانت العلاقة بين المعنيين هي المشابهة يسمى استعارة، نعم، وإذا كانت غير المشابهة يسمى المجاز المرسل. جميل. المجاز المرسل تعريفه نقول هو نوع من المجاز اللغوي، نعم، استعمال اللفظ في معنى غير معناه الحقيقي لعلاقة غير المشابهة. أي علاقة غير المشابهة تسمى مجازا، نعم، مرسلا. وسبب تسميته بالمرسل لأنه مرسل يشمل جميع العلاقات ما عدا المشابهة، نعم، ولقرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. ولهذا المجاز مجموعة من العلاقات. نذكر إن شاء الله أشهر علاقات المجاز المرسل. نعم. أول علاقة، علاقة الكلية. ما معنى علاقة الكلية؟ أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ المذكور يمثل كلا بالنسبة للمعنى المجازي المقصود. نذكر مثالا حتى يتضح الأمر. قول نوح عليه السلام الذي أشرنا، نعم، إليه في لقاء سابق، حين أخبر عن مدى عناد قومه، نعم، معه، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم. نسأل السؤال نفسه الذي تعودنا عليه، نعم، هل جميع الألفاظ مستعملة استعمالا حقيقيا أو أن ثمة مؤشرا إلى وجود المجاز؟ نعم. جعلوا أصابعهم في آذن أفك، لا شك أن المعنى غير الحقيقي أو الألفاظ غير الحقيقية، وهناك استعارة يعني بالفعل. لا يعني سنسمي الظاهرة الآن، لكن المهم رقم واحد هنا مجاز. ما المجاز؟ مش استعارة، هنقول مجاز الأول. نعم. تمام، صحيح، خطوة خطوة، صحيح. أنه استعمل لفظ الأصابع بدلا من لفظ الأنام، لأن الذي يوضع في الأذان هو، أو الأذن، هو أنام الأصابع، الأنام، نعم، وليس الإصبع. فهذا مؤشر إلى أن ثمة مجاز. كلمة لم تستعمل في معناها الحقيقي، نعم، وإنما أريد بها معنى آخر وهو الأنامل. ما اسم هذه الظاهرة؟ هل أسميها استعارة؟
أو أسميها مجازا مرسلا، نعم، أو كناية أو ما إلى ذلك. أنظر إلى العلاقة بين كلمة الأصابع معناها الحقيقي الإصبع كاملا والأنملة. ما العلاقة بين الإصبع والأنملة؟ علاقة الكلية، أن الإصبع كل للأنملة. ونسمي، نلاحظ أننا نسمي العلاقة بالنظر إلى المعنى الأصلي للكلمة المذكور. نعم. يعني إذا كان المذكور هو الكل أسميها كلية. وسيأتي معنى بعد ذلك، إذا سميت شيئا بجزء منه أطلق على هذه العلاقة الجزئية. يبقى نسمي علاقات المجاز المرسل، نعم، بالنظر إلى اللفظ المذكور. جميل. المعنى الحقيقي لللفظ المذكور. لماذا سميت هذه الجملة أو العلاقة هنا علاقة الكلية؟ لأن المعنى الحقيقي لكلمة الأصابع يمثل كلا، نعم، للمعنى المجازي المقصود وهو الأنامل. الإصبع كل للأنامل. نعم. فعبرت بالكل وأردت الجزء. جميل. فهذا مجاز لغوي. تمام. لماذا استعملت كلمة في غير معناها الحقيقي؟ ما العلاقة بين المعنى الحقيقي لكلمة الأصابع والمعنى المجازي؟ علاقة الكل. استخدام اللفظ رغم أنني أريد أو أقصد جزءا منه وليس الكل. ممتاز. نعم. فهذا يسمى مجازا مرسلا. جميل. ما قيمة هذا المجاز؟ يعني لماذا لم يقل جعلوا أناملهم في أذنه؟ لابد من قيمة. تظهر القيمة من خلال المبالغة. أن المجاز المرسل يؤدي المعنى ويضيف إليه المبالغة. نعم. كأنهم لا يكتفون بإدخال الأنامل وإنما يحاولون أن يدخلوا الأصابع كاملة في، نعم، آذانه. وهذا يظهر شدة مدى إعراضهم، يعني، نعم، نعم. ومدى عنادهم لدعوة نوح عليه السلام. جميل. العلاقة الثانية، نعم، علاقة الجزئية. الجزئية. نعم. من علاقة الجزئية. ما تعريف علاقة الجزئية؟ نعم. هو أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ المذكور يمثل جزءا بالنسبة إلى المعنى المجازي المقصود. نعم. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمن. ما المقصود؟ هل الإنسان يحرر رقبة يعني يخلع رقبة؟ لا. أو أنه يحرر العبد كاملا؟ نعم، يحرر العبد كاملا. صحيح. فكان مقتضى ذلك أن يقال فتحرير عبد مؤمن. نعم. لكنه عز وجل عبر بالجزء بدل من أن يقول فتحرير عبد، عبر بالجزء. نعم. فتحرير رقبة المؤمن. أنت حين تقرأ هذا التعبير أو هذه الجملة تستشعر المجاز، لأن الإنسان أو ليس المقصود يحرر رقبته فقط وإنما يتحرر العبد كامل، يعني. نعم. يحرر العبد كاملا. نعم. فتعلم أن ثمة مجازا هنا. صحيح. حين أبحث عن توصيف هذا المجاز أجدني أو أجد الجملة قد استعملت كلمة في غير معناها الحقيقي. ما العلاقة بين المعنى الحقيقي لكلمة الرقبة والمعنى المجازي المقصود وهو العبد الكامل؟ علاقة الجزئية. علاقة الجزئية. بعكس العلاقة التي ذكرناها في علاقة الكلية. جاي. اللي هي أصابعهم في آذانهم. جاي. نعم. وننبه إلى أنه لابد في تسمية الشيء بجزء منه من قيمة خاصة لهذا الشيء. بمعنى. لهذا الجزء. بمعنى. لماذا لم أقل فتحرير يد؟ أو رأس. أو تحرير رجل. لماذا قلت فتحرير رقبة؟ اختصصت هذا الجزء دون سائر أجزاء العبد. الرجل تقصد أن رقبة معبرة عن الكل. لابد. أبحث وأفكر. ما القيمة الدلالية التي يختص بها التعبير برقبة؟ أراد الله عز وجل أن يشبه العبودية. نعم. العبد هذا الإنسان الذي هو عبد عند سيده ويفقد الحرية، كأن العبودية غل أو قيد في رقبته يكاد يخنقه ويقتله. نعم. أما لو قال فتحرير يد أو رجل ممكن الإنسان يربط من يده أو رجل أو رأسه ولا يصل إلى حد الموت.
ولكن لكنه إذا ربط في رقبتي بمجرد يعني شد بسيط يصل إلى حد الموت. نعم. بالإضافة إلى أن يعني معظم الحيوانات تقاد بالربط في رقبتها. فشاب أراد الله عز وجل أن يبين للمخاطب أن الرق يمثل مشكلة كبيرة لهذا العبد، كأنه غل أو حبل مربوط به، وكأنه يشبه البهيمة أو عزنا الله وإياكم الكلب، فيساق من هذا الحبل الذي يربط به. ومن ثم حين يقرأها المسلم أو يسمع بها يهب وينشط لتحرير العبيد من أسيادهم. نعم. حتى يخرجهم مما هم فيه من هذه المعاناة. جميل. فهذا الجزء له خصيصة خاصة بالنسبة للكل. تمام. مثال آخر من الشعر. أحد يعني الناس يتحدث عن إنسان علمه الشعر. فبدلا من أن يحمد له هذا التعليم وأن يرد له الجميل بشيء طيب، استغل هذه الآلة وهذه الوسيلة التي تعلمها من في هجائه. فقال هذا الرجل: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رمان، وكم علمته نظم القوافي. وكم علمته نظم القوافي. نعم. فلما قال قافية هجان. نعم. هل الأول ما معنى كلمة القافية؟ القافية هي الكلمة الأخيرة في بيت الشعر. هل هذا المعلم علمه أن ينظم الكلمات الأخيرة في الشعر فقط؟ لا. لا، لأنه صحيح. علمه بناء الشعر كاملا. نعم. فهنا استعمل الجزء وأراد به الكل. كان الأصل أن يكون أن يقول: وكم علمته نظم الشعر. فلما قال شعرا هجاني. نعم. لكنه استعمل الجزء، جزء من الكل. جزءا من الشعر. نعم. وعبر به عن الكل. فهذا صحيح. مجاز لغوي، علاقته الجزئية، فيسمى مجازا مرسل. نعم. يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية. لماذا عبر بالجزء؟ ما القيمة من التعبير بالجزء؟ لابد أن يكون لهذا الجزء قيمة خاصة من دون سائر أجزاء البيت الشعري. وبالفعل القافية من الخصائص المميزة للشعر. يعني هذا جزء يختص بالشعر. نعم. يدل على الشعر دون سواه. موضوع القافية. الأمر الثاني أو السر الثاني أن القافية تحتاج إلى قدرة عظيمة. نعم. عند بناء الشعر. لأنك يعني مفروض عليك أن تسير على قافية واحدة. فمن ثم يكون هذا الشيء مزعجا بالنسبة للشعراء. نعم. فإذا تمكنوا منه وجاءت القوافي سهلة فدل هذا على تمكن هذا الناظم في الشعر. الأمر الثالث أن القافية تظل ثابتة في ذهن من يسمع الشعر. نعم. فربما أراد هذا المتحدث أن من علمه يعني الذي أنكر هذا الجميل وهجاه يعني تفنن في إخراج القوافي لتظل ثابتة في أسماع وأذهان المتلقين لهذا الشعر. جميل. من العلاقات الجزئية أو من أمثلة العلاقات الجزئية المشهورة يعني قولهم للجاسوس عين. نقول انتشرت العيون في المدينة. نعم. ونقصد الجواسيس. فما الذي حصل؟ استعمال لفظ العين على الجاسوس. كيف. جزء من كل. ممتاز. سميت الجاسوس عينة. بجزء منه ولفظ. نعم. العين. ولابد لهذا الجزء من قيمة. لماذا لم يسمى الجاسوس باليد مثلا أو الرجل أو الرأس؟ نعم. أطلقوا عليه لفظ العين لأن أساس عمله يقوم على هذه الحاسة. التجسس. يعني التجسس بالنظر. نعم. قديما لم تكن إلا وسيلة النظر. لم يكن هناك وسائل اتصالات أو تسجيلات أو ما إلى ذلك. نعم. فسمي الجاسوس عينا
لأن عمله الأساسي يقوم على أساس هذه الآلة أو استعمال هذا الجزء من أجزاء البدن. علاقة أخرى من علاقات المجاز المرسل علاقة المحلية. المحلية أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ المذكور يمثل محلا للمعنى المجازي المقصود. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى على لسان أبناء يعقوب عليه السلام، نعم، واسأل القرية التي جاي. واسأل القرية التي كنا فيها، نعم، والعير التي أقبلنا فيها، نعم. ما المؤشر إلى أن ثمة مجازا هنا؟ هل القرية تسأل؟ لا تسأل ولا تتكلم. هم حين يعني عادوا، نعم، بدون أخيهم الذي أرسل معهم واتهم بالسرقة لحيلة، نعم، معينة، فقال أخوهم الكبير يعني ذهبوا يعني يخبروا أباهم بأن ابنه سرق، ويقولون له واسأل القرية التي كنا فيها، نعم، والعير التي أقبلنا فيها. القرية تتكلم ولا العير تسأل؟ ولا، نعم، العير. العير هي الدواب التي تحمل، صحيح، البضائع، نعم. هل يعقوب عليه السلام سيسأل القرية؟ لا. أو سيسأل العير؟ نعم، أبدا. وإنما المقصود واسأل أهل القرية، واسأل أصحاب العير التي، نعم، أقبلنا فيها. فهنا استعمال مجازي، استعملت كل كلمة في معنى غير معناها الحقيقي. نعم. ما العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ القرية محل لأهلها، فالعلاقة المحلية، أطلق لفظ المحل وأراد الحال به. ما الغرض؟ ما الغرض من هذا؟ هو بيان ثقتهم بأنفسهم، وبيان شدة ثباتهم على ما يخبرونه به، نعم. ولذلك قال بعدها وإنا لصادقون. مم. يعني حتى لو سألت أي إنسان في هذه القرية سيكون الجواب واحد، وهو أن ابنك سرق. مم. هذا هو الذي حدث، نعم، أو الذي ظهر له. مم. حتى لو سأل جدران القرية، مم، لن تجيبه إلا بهذه الإجابة. فاستعملوا المجاز للدلالة على تأكدهم وثقتهم بأنفسهم وبصدقهم، وأن أباهم مهما سأل أي أحد لن يجد إلا إجابة واحدة، نعم، وهي ما يطابق قولهم أن ابنه سرق. علاقة أخرى من علاقات المجاز المرسل وهي اعتبار ما، نعم، كان. اعتبار ما كان. اعتبار ما كان. ما معنى اعتبار ما كان؟ نعم. هو أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ المذكور يمثل مرحلة أو حالة ماضية بالنسبة للمعنى المجازي المقصود. علاقة اعتبار الحال ما كان. ما كان، اعتبار ما كان. لن أسمي الشيء باسمه الذي هو عليه الآن، وإنما سأطلق عليه اسما كان حالة سابقة، مم، بالنسبة له. طب ناخد مثال ليتضح. مثال مشهور يمثل العلماء به، نعم، لهذه العلاقة. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم. أموالهم. اليتيم يسمى يتيما حتى يبلغ. فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. ولن يسمح لك الشرع بأن تعطي اليتيم ماله إلا إذا بلغ. يبقى إعطاء اليتيم ماله ليتصرف فيه يكون بعد البلوغ. ومع ذلك أطلق عليه أنه يتيما. جيد. في الوقت الذي سيعطيه المال عند البلوغ. فإذا يعني ترك مرحلة اليتم. وإن خلع عن اسم اليتم. فلماذا؟ قال عنه يتيما. يتيم. هذا مجاز مرسل. سمى الشيء بحالة سابقة باعتبار ما كان. باعتبار ما كان. لماذا؟ ما القيمة البلاغية لهذا؟ هو حث ولي اليتيم على أن يعطيه ماله كامل، وألا يحرمه، يذكره بأن هذا يتيم، نعم، يذكره بالحالة الأصلية
أو السابقة لهذا. وهذا أدعى للحفاظ على ماله يعني. نعم. لا سيما أنه يتيم. نعم. لا يجيد التصرف في ماله قبل. نعم. البلوغ يعني. نعم. علاقة أخرى وهي على الضد من هذه العلاقة، اعتبار ما سيكون. جميل. لا أسمي المستقبل يعني. نعم. لا أسمي الشيء باسمه الذي هو عليه الآن. نعم. وإنما باسمه في المستقبل. كما قال أحد السجينين الذين كان في السجن مع يوسف عليه السلام حين رأى كل منهما رؤيا، قال الأول إني أراني أعصر خمرا. إني أراني أعصر خمر. نعم. هل الذي يعصر هو الخمر أو العنب؟ يعني الذي يعصر خمرا يأتي بخمر ليعصرها، أم يعصر العنب ليستخرج الخمر؟ ليستخرج الخمر. إنما يعصر العنب. نعم. فكان الأصل أن يقول إنني أراني أعصر عنبا. أعصر عنبا. نعم. فما الذي حدث؟ استعمل كلمة الخمر استعمالا مجازيا باعتبار أنه سيكون يعني خمرا بعد ذلك. فأطلق كلمة الخمر. نعم. وأراد بها العنب. ما العلاقة بين هذا وذاك؟ اعتبار ما سيكون، سمى الشيء. نعم. الآن العنب باسمه في المستقبل. ما القيمة الدلالية لهذا؟ أراد هذا السجين الذي رأى هذه الرؤية أن يبين مدى تثبته مما رأاه. نعم. يعني لم يرى تشويشات ولم يرى أشياء مختلطة. وإنما رأى شيئا هو متأكد منه. إني أراني أعصر خمرا. نعم. يعني شيء بالفعل هو خمر وسيصير إلى خمر. فاستعمل هذه الكلمة بدلا من كلمة عنب الأصلية للدلالة على تثبته من هذه الرؤية، وكأنها يعني حق. ولم يرى تشويشات أو تخليطات. أو ما إلى ذلك. نعم. من العلاقات المشهورة أيضا للمجاز المرسل. نعم. علاقة السببية. أن أطلق السبب وأريد المسبب. كما تقول رعينا المطر. نعم. هل المطر يرعى يعني ترعاه الإبل؟ لا يرعى، إنما يشرب المطر. نعم. فالمقصود هنا رعينا النبات. النبات. ما الذي حصل؟ سمى النبات بسببه، لأن المطر هو الذي كان سبب في إنبات. نعم. هذا النبات. نعم. فالعلاقة بين المطر والنبات علاقة السببية. صحيح. أطلق السبب. نعم. وأراد المسبب. فتسمى السبب. ما القيمة البلاغية لهذا التعبير؟ هو بيان شدة تعلقهم بالسبب. وأنه لولا هذا السبب ما كان النبات. يعني لا يشغلون بالنبات الظاهر وينسون المطر، وإنما هم دائما على ذكر وتعلق بهذا المطر، بهذا السبب. نعم. يعني ربما نكتفي بهذه العلاقات، فهي أشهر علاقات المجاز المرسل. هل ننتقل إلى الكناية أم لازلنا في المجاز المرسل لو تريد؟ نعم. يعني هناك المجاز العقلي. ربما أذكره على وجه فضل. السرعة. نعم. أول شيء قلناه يعني حتى يكون المشاهد والمتعلم على وعي بالمصطلحات. مصطلح المجاز ينقسم قسمين. مجاز عقلي. نعم. ومجاز لغوي. جميل. والمجاز اللغوي ينقسم قسمين. نعم. استعارة ومجاز مرسل. نعم. هذه الخريطة مهمة جدا. جميل. عندك مصطلح المجاز. مصطلح عام. نعم. له نوعان، مجاز عقلي ومجاز لغوي. ومجاز لغوي. والمجاز اللغوي الذي درسناه ينقسم إلى قسمين، استعارة ومجاز مرسل. واليوم أو الآن نشرع في بيان المجاز العقلي. تمام. ما تعريف المجاز العقلي؟ هل هو استعمال الكلمة في معنى غير معناها المعجمي؟ أبدا. وإنما هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير فاعله الحقيقي. العلاقة في المجاز اللغوي تكون رأسية. المجاز اللغوي السابق. نعم. تكون رأسية. كلمة النور والمقصود
الهدى مثلا او الايمان. اه يبقى علاقه راسيه، كلمه لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، علاقه راسيه. اما المجاز العقلي العلاقه افقيه. مثلا اقول انبت الربيع الزرع، الذي انبت في الحقيقه هو الله عز وجل. نعم. وانما الربيع هو زمن، سبب او زمن، زمن، زمن يحدث فيه الانبات. هذا الانبات. نعم. فما الذي حدث؟ اسندت فعل الانبات الى الربيع. نعم. ركز في ملاحظه العلاقه الافقيه. اسند شيئا الى شيء ليس فاعله الحقيقي. اي ان الربيع ليس فاعل حقيقي لهذا الانبات يعني. نعم. وانما هو زمان حصول حصل هذا زي. الانبات. نعم. والفاعل الحقيقي هو الله، سبحانه وتعالى عز وجل. نعم. فهل اقول كلمه الربيع لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجل؟ ابدا. وانما هنا العلاقه تكون بين الفعل والفاعل غير الحقيقي. جميل. ومن ثم نقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقة بين الفعل وبين هذا الفعل غير الحقيقي. وهنا العلاقة أن الربيع هو وقت هذا الإنبات. نعم. لكن ليس هو الفاعل، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبت هذا الزرع. نعم. جميل. فالعلاقة هنا أفقية. أفقية. بين كلمة وكلمة أخرى. جميل. بين فعل وفاعل. نعم. أما في المجاز اللغوي لم تكن بين كلمة وأخرى. نعم. ولكن كلمة وبديل لها أو معنى مجازي لها. نعم. أنبت الربيع الزرع. جميل. والمجاز العقلي له علاقات مثل علاقات المجاز المرسل. هل هي كثيرة أم لا؟ لأننا الوقت يداهمنا. لا إن شاء الله. هل سنستطيع إنهائها ونتحول إلى الكناية؟ يعني إن شاء الله ممكن على وجه السرعة. نعم. ولا نذكر لا نكتب الأمثلة. علاقة الزمانية كالمثال الذي قلناه. جميل. أنبت الربيع الزرع. الربيع ما العلاقة بينه وبين الإنبات؟ زمن. نعم. فتسمى الزمانية. وأقول سعد صباحك. أنا أقصد سعدت أنت. نعم. أستاذ أحمد. فأسندت السعادة للصباح. للصباح. ما علاقة الصباح بأسعد؟ نعم. زمن. أن الصباح هو زمن. هذا الفعل، فتسمى العلاقة الزمنية. هناك علاقة السببية. أن أسند الفعل إلى السبب. نعم. الذي أدى إلى حدوثه. كأن أقول بنى الأمير القصر. هل الأمير قام بنفسه وبنى القصر؟ أبدا لم يفعل، ولكن التعبير الأصلي أمر الأمير عماله ببناء القصر. نعم. لكنني أسندت الفعل بنى إلى السبب في هذا البناء. لولا أمر هذا الأمير ما حصل هذا البناء. نعم. فأسندت البناء، الفعل بنى، إلى غير فاعله الحقيقي. نعم. الأمير لم يبني على الحقيقة. طيب ما العلاقة بين بنى هذا الفعل وهذا الفعل غير الحقيقي؟ السببية. نعم. أن الأمير كان سببا في هذا البناء. وهناك علاقة المصدرية، إسناد الفعل إلى مصدره. كما قال أبو فراس في بيت قلناه قبل ذلك، فاذكرني قومي إذا جد جدهم. نعم. بدلا من أن يقول إذا جدوا في جدهم، نسب الفعل جد إلى المصدر. نعم. جد جدهم. ما قيمة المجاز العقلي والمجاز المرسل؟ ما قيمة كل منهما نظرا لتشابه العلاقات في كل منهما؟ أول قيمة هي الإيجاز. بدلا من أن أقول واسأل أهل القرية، حذفت كلمة، قللت التركيب وقلت واسأل القرية. بالإضافة إلى القيمة التي قلناها، تحقيق أحد الأغراض الفنية حسب السياق. كما قال تعالى لأبي جهل فليدع نادية. هذا مجاز مرسل. نعم. فليدع نادي، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس. هل سيذهب أبو جهل ويدعو الحوائط المكان؟ لا، لا. المكان؟ لا، وإنما سيدعو الجالسين فيه، في هذا المكان. نعم. فهذا مجاز مرسل، علاقته المحلية. أطلق المحل وأراد الحال به. نعم. ما قيمة هذا المجاز؟ طبعا الإيجاز وبيان التحقير وعدم الاعتناء بأبي جهل وأعوانه. حتى لو دعوت
الحوائط نفسها لن تستطيع أن تقدم لك نفعا ولا ضرا يعني. فضلا عن أن تدعو جميع البشر. جميل. فالمجاز المرسل والمجاز العقلي تحققان هذه القيم. بنى الأمير القصر أكثر إيجازا، هذا مجاز عقلي، أكثر إيجازا من بنى العمال أو أمر الأمير عماله ببناء القصر. ننتقل إلى الدرس الأخير من دروس علم البيان. تمام. وهو الكناية. نبدأ في الكناية ونحاول بقدر الإمكان في 10 دقائق يعني أو جاي. نعم إن شاء الله. الكناية يعرفها العلماء بأنها لفظ أريد به لازم معناه. لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. نعم. مثل ماذا؟ عبارة نستعملها في كلامنا. جاء يحمل غصن الزيتون. أو فلان ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود. هل هو يلبس منظارا أسود؟ نعم. وهل هذا القادم جاء وفي يده غصن الزيتون؟ أردنا بهذه العبارات جاء فلان يحمل غصن الزيتون كناية عن السلام، إرادة السلام، أن هذا يقصد السلام. السلام. نعم. فلان ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود أو بنظارة سوداء. نعم. يعني التشاؤم. التشاؤم. كناية عن التشاؤم. فما الذي حدث؟ أستعمل لفظا يدل على معنى. معنى. طيب ما العلاقة بين هذا المعنى الحقيقي لللفظ المذكور والمعنى المراد؟ لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعلاقة التلازم بين المعنيين. تلازم بين المعنيين. نعم. في الاستعارة كانت العلاقة المشابهة. زيد والأسد علاقة المشابهة. نعم. في المجاز المرسل كانت علاقات غير المشابهة أكثر من علاقة. نعم. الكلية والجزئية. والجزئية. في الكناية العلاقة التلازم. هي التلازم. التلازم العرفي مثلا. نعم. بمجرد أن أقول جاء يحمل غصن الزيتون يسمع يفهم الجميع أننا أردت إرادة السلام. لا يوجد شبه بين غصن الزيتون والسلام أبه. وإنما علاقة تلازم. نعم. أقول فلان لسانه طويل. هل أقصد أن لسانه يعني أطول من لسان أو ألسنة سائر الناس؟ أبدا. وإنما أريد أنه بذيء أو صليط اللسان. فاحش الكلام. نعم. يقولون فلان طويل اليد. ربما تحمل على معنى طيب أنه كثير العطاء معطاء. نعم. أو أنه لص يسرق. فلا أقصد الدلالة المباشرة لهذه الألفاظ. وإنما أقصد معاني أخرى. نعم. ما العلاقة بين المعنى الحقيقي لهذه الألفاظ والمعنى المجازي الذي أقصده؟ التلازم بين المعنى. هي التلازم. جميل. ليس المشابهة وليست الكلية ولا الجزئية وإنما التلازم. نعم. وأشبه هذا بوجهي العملة. لو أن العملة التي تدل على 50 قرشا. نعم. هي مثلا التي ظاهرها الأهرامات الثلاث. وأنا سأقول لولد مثلا إذا أجبت عن هذا السؤال سأعطيك هذا. وأظهرت له الجانب الذي فيه الأهرامات. ما الذي أقصده من هذه الإشارة؟ هل أقصد أن أريه الأهرامات؟ لا. أريد أن يفهم ما في الوجه الآخر هو 50 قرشا أو جنيا أو ما إلى ذلك. نعم. فهذه عملة لها وجهان. أظهر أحد الوجوه. نعم. ليفهم الوجه الآخر. فالذي أقصده ليست الصورة التي على العملة وإنما أقصد قيمة العملة. فماذا أحدثت؟ نعم. أظهرت الدليل على أنه نصف جنيه أو جنيه بدلا من أن أصرح بالوجه الذي يحمل القيمة المباشرة لهذه العملة. فبدلا من أن أقول فلان يريد السلام عبرت بالدليل على أنه يريد السلام. وهذه قيمة الكناية. التعبير بالمعنى مصحوبا بالدليل. أو فهم المعنى من خلال الدليل. جميل. وليس من خلال الألفاظ المباشرة. نعم. ومن الأمثلة المشهورة عن العرب في هذا قولهم للكريم فلان كثير الرماد. كثير الرماد. هذه عبارة تقال في المدح بالكرم. نعم.
المعنى المباشر لكثير الرماد هو أنه عنده يعني التراب الذي يتبقى من إشعال النار كثير كثير. آه. هل حين ذكرت هذه الجملة أو هذه الصفة أردت معناها الحقيقي؟ لا لا، ولا يوجد علاقة تشابه ولا علاقة جزئية أو كلية بينها بين المعنيين. ممتاز. ما الذي أردته؟ أردت مدحه بالكرم. نعم. ما العلاقة بين المعنى المباشر لهذه الجملة والكرم؟ هي التلازم العرفي. التلازم. كأنهما وجهان لعملة واحدة. نعم. أن كثرة الرماد، أن الكريم يكون كثير الرماد. جاي. فكثرة الرماد دليل على الكرم. نعم. فقيمة الكناية تكمن في هذا التعبير عن المعنى. بالدليل عليه. جميل. التعبير عن المعنى بالوجه الذي يفهم منه عن طريق التلازم العرفي المعنى الذي يريده المتكلم. طبعا. وفي الحقيقة اختلف العلماء حول الكناية. هل هي من قبيل المجاز أو أنها حقيقة؟ بعضهم قال حقيقة لأنه يمكن تحقق المعنى الحقيقي. نعم. يعني من الممكن أن يكون هذا الكريم عنده رماد كثير بالفعل، فقالوا تسمى حقيقة لأنني ما دمت قد يتحقق المعنى الحقيقي كثرة الرماد تسمى حقيقة. وبعضهم قال لا، العبرة بالمقصود. نعم. هل المتكلم يريد كثرة الرماد أو أنه يريد الكرم؟ يريد الكرم، فقالوا هي مجاز. وبعضهم قال تحتمل المجاز والحقيقة، وبعضهم قال ليست مجازا ولا حقيقة. وليست حقيقة وإنما هي يعني بناء مستقل. نعم. والكناية لها أنواع ثلاثة. جميل. هناك الكناية عن صفة والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة. طيب نأخذ الثلاث يعني صفات أو ثلاث أقسام سريعا مع مثال صغير. نعم. نكتفي أو ننهي بذلك. نعم. نعم. الكناية عن صفة تتمثل في كل تعبير يراد به إلحاق صفة معينة بموصوف ما. ثم لا تذكر تلك الصفة بلفظها الصريح وإنما يذكر بدلا منها صفة أو كلام يكون بين دلالته الظاهرة. نعم. وتلك الصفة المقصودة علاقة التلازم، مثل الأمثلة التي ذكرنا كثير الرماد مثلا للدلالة على الكرم. نعم. ومثل قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. نعم. هل صاحب الجنتين الذي كفر نعم. والله عز وجل أرسل على جنته ما ذهب به نعم. فأصبح يقلب كف، هل المراد أن أبين أنه أصبح يقلب كفيه هكذا؟ لا، المراد بيان الندم. أنه ندمه على ما قدم ووصفه بأنه يقلب كفيه. فهذه الصورة الحسية لم أقصدها وإنما قصدت ما وراءها. نعم. ما هي دليل عليه وهي الندم. قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، هل المراد بيان هذه الصورة المادية فقط؟ على يده. نعم. جاي. وإنما أريد ما وراءها. صحيح. جميل. المعنى الكنائي وهو الندم. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، هل فعلا وجهه يسود؟ لا. لا، وإنما أردت ما وراء هذا السواد ووش الضيق والضجر الضيق والهم يعني. والغم بسبب هذه الأنثى. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، هل ينهى عن ربط اليد في العنق فعلا؟ نعم. لا، وإنما ينهى عن البخل. ولكنه عبر بالكناية. لأنه إذا كان الإنسان مغلول اليد لن يستطيع الإنفاق. ولا تبسطها كل البسط. نعم. بسط اليد كناية عن الكرم والعطاء. النوع الثاني الكناية عن موصوف. وهي تتمثل في كل تعبير يراد فيه الحديث عن موصوف معين. نعم. موصوف وليس صف. ثم لا يذكر هذا الموصوف بلفظه الصريح وإنما يذكر بدلا من صفات أو أمور من خصائصه تدل عليه وتشير إليه. والعلاقة بين هذه الصفات وذلك الموصوف هي التلازم لأنها من خصائصه. قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. نوح عليه السلام لم يقل وحملناه على سفينة وإنما عبر بصفات تشير إلى السفينة. ذات ألواح ودسر. ألواح ودسر. دسر المسامير. مسامير. شيء فيه ألواح ودسر ويحمل عليه هو السفينة. نعم. عبر عن السفينة ليس باسمها الصريح. وإنما بعبارة هي كناية عنها. ويقول الشاعر الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. يمدح قوما بالشجاعة يضربون بالسيوف سريعة القط. نعم. أبيض
يعني السيف، ومخذم يعني سريع القطع. والطاعنين مجامع الأضغان. أين مجامع الأضغان في البدن؟ القلب. لم يقل والطاعنين القلوب باللفظ المباشر للقلب، وإنما وصفه وذكره بأوصاف من خصائصه. مجامع الأضغان، أين توجد الأضغان؟ يعني الأحقاد. الأضغان جمع ضغن وهو الحقد. يوجد في القلب، فلم يعبر عن القلوب بألفاظها الصريح، وإنما بلفظ هو كناية عنها وهو مجامع الأضغان. وقيمة هذه الكناية بيان الحقد الذي عليه أولئك الأعداء، وأنهم يستحقون القتل أو ما إلى ذلك. ومن الكنايات عن موصوف قولنا مخضوب البنان، كناية عن المرأة، ونقول ربت البيت، ونقول النصف الآخر، وربات الخدور. هذه كناية عن المرأة. ونقول عن المصريين القدماء بنات الأهرام. لا أقول المصريون القدماء، وإنما أخبر عنهم. بنات الأهرام وصل المعنى يعني المراد. جيد. أذكرهم ببعض خصائصهم. جميل. وليس باسمهم الصريح. فهذه كناية عن مصر. آخر نوع. الكناية عن نسبة. وتعريفه أو هي تتمثل في كل تعبير يراد به نسبة صفة معينة إلى موصوف. ثم لا نذكر تلك النسبة بصورة صريحة. وإنما ننسب الصفة إلى ما له بالموصوف وثيق صلة. أريد أن أخبر عن الأستاذ أحمد بأنه كريم. فلا أقول الأستاذ أحمد كريم، لا أنسب الكرم إليك مباشرة. وإنما أنسب الكرم إلى شيء وثيق الصلة بالأستاذ أحمد. فأقول الكرم يتبع ظل الأستاذ أحمد. أو ظل الأستاذ أحمد كريم. أو الكرم ملء ملابس الأستاذ أحمد. فأنا عبرت بالكرم. لكنني لم أنسبه إلى صاحبه مباشرة. وإنما نسبته وأسندته إلى شيء وثيق الصلة به. يفهم مباشرة أنني أردت الأستاذ أحمد أو أردت نسبة الكرم إليه. مما يقوله الشرف هذا اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. ما دام المجد يمشي في ركابه إذن هو رجل ماجد. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. رجل يجلس في قب. فبدلا من أن أقول عنه إنه عنده المروءة وإنه سمح وإنه كريم، نسبت الكرم إلى القبة والخيمة التي يجلس فيها. فأنا قصدت أن أصفه هو بالكرم والسماح، فلم أسلك السبيل المباشرة للإسناد والإثبات، وإنما أثبت هذه الصفات إلى أشياء لها علاقة وثيقة بهذا الممدوح، وهي الخيمة التي يعني يجلس فيها. نكون بهذا قد انتهينا من أبرز أبرز ما يتعلق بالكناية. وأؤكد على أن قيمة الكناية أو القيمة البلاغية للكناية هي التعبير عن المعنى من خلال الدليل عليه، أو إفهام المعنى من خلال الدليل عليه. جزاك الله خيرا دكتور سعيد، الحقيقة يعني عاجزين عن شكر حضرتك وبذلك وتعبك في هذه الحلقات. أسأل الله أن يجزيك عنا خيرا ونجعل في ميزان حسناتك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم جميعا مشاهدينا الكرام في كل مكان على متابعتكم وانتظاركم لمجالس العلم مع هؤلاء العلماء والمتخصصين في عدد من المجالات النافعة. الشكر موصول لكل من قدم هذه المادة من محاضرين وضيوف كرام، لا سيما مع آخر حلقة في هذا الموسم والذي نستأنف ونستكمل بعد ذلك فيه بإذن الله تعالى. كل الشكر في الحقيقة لأصحاب الجهد الحقيقي، الشباب والعاملين الذين يقفون خلف الكاميرات، الذين يقفون الآن في غرفة الكنترول، هم أصحاب الجهد الحقيقي الذين لم يظهروا على الشاشة الآن كما نظهر نحن، ولكنهم هم أكثر من تعبوا وبذلوا لتخرج هذه المادة بشكلها الجميل على هذه الشاشة الجميلة والرائعة. كل الشكر لكل من ساهم في تقديم هذه المادة، الدكتور سعيد السنوسي مدرس البلاغة بكلية الدار العلوم بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أحسن الله إليكم وجزاك الله عنا خير وعن مشاهدينا الكرام خير الجزاء. أشكركم الله عز وجل. وأسأل الله نجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتك يوم اللقاء. آمين يا رب، ولكم مثل إن شاء الله. اللهم شكرا لكم مشاهدينا الكرام وجزاكم الله خيرا عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.